الأخوة الأخوات القديسين في المسيح، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة، كفاية بقى كده، دي نمرة 10 في موضوع الشفاعة، ومن له أذنان للسمع فليسمع. قبل ما ابتدي الحلقة جاني تعليق جميل قوي على القناة، فحب أقراه، واللي يحب يشوفه يشوفه، وعلى الحلقة بتاعت معنى تقديم البخور. أنا ناسي رقم الحلقة كام، لكن كان واجب أشوف رقم الحلقة اللي هو معنى تقديم البخور للعذراء وكده يعني. فجاني التعليق دوت، بس مش حاول الاسم، هو راهب سابق يعني، كان في دير وسابه. الأخ المبارك العزيز الأخ سامي، سمعتكم اليوم لأول مرة وأحسست بصدق وإخلاص وأمانة حضرتكم. ينبغي أن أشكر الله من أجلكم كثيرا بصفة شخصية، كما ينبغي أن نشكر الله بصفة جماعية على الاستنارة التي وهبكم إياها الله. الله يستخدمكم لرد نفوس كثيرة. صلي لكي يستخدمني أنا أيضا. الرب يؤازرك، أمين. فلان الفلاني، راهب سابق بدير، من الدير كنت بحبه جدا، وأنا أذكر هذا الأب أيام ما كان يعني في الدير، وكنت أنا بتردد كتير على الدير هناك يعني. نشكر الرب في استنارات كثيرة حتى من جوه، ناس من أديرة. وعلى فكرة أنا عارف حاليا ناس من أديرة رهبان، يعني أقدر أقول قبلوا الرب بالتعبير الكتابي المسيحي الصح يعني. المهم نخش في الحلقة العاشرة والأخيرة. الأول الحلقة دي هنتكلم بقى، هل بقى شفاعة القديسين اللي بيسموها شفاعة القديسين، اللي يقصدوا بيها شفاعة اللي ماتوا، طبعا ما أنا ماتوش، لا حياء يا عم، حياء عند ربهم يعني، يعني أحياء عنده هو، لكن بالنسبة لنا ميتين. المهم هنسميهم الراقدين، ماشي كده. هل هي توسلية ولا كفارية؟ لأن هنكتشف دلوقتي في بلوى، زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت، ان اثبتنا ان المسيح له شفاعة بحسب تعبيرهم هم توسلية، فالمسيح طلع كفارية وتوسلية. الكارثة بقى ان هنكتشف النهاردة ان شفاعة القديسين اللي هم بيقولوا عليها توسلية، الحاجة كفارية، بس بيضحكوا على الناس، والناس غلابة بيستقرضوهم. فنقول لك الاول التعريف عشان نفهم الحلقة. التعريف قال ايه؟ ان الشفاعة الكفارية خاصة بغفران الخطايا، وهي خاصة بالمسيح فقط، ماشي، ده التعريف يعني، دي النظرية. وقال لك الشفاعة التوسلية لا، ملهاش دعوة بغفران الخطية، ده دي عشان هم بيصلوا من أجلنا يعني كده، يصلوا لنا. طبعا يصلوا لك عشان عيان، عشان حاجة ضايعة كده يعني. يعني إذا شفاعة القديسين، هم طبعا يقصدوا بالقديسين اللي رحلوا، لما إن الكتاب ما قالش عليهم، بس مش دي القضية دلوقتي، إن اللي رحلوا بيقول دي شفاعة توسلية، يعني من أجل الصلاة فقط، لكن ملهاش دعوة بغفران الخطايا. هنكتشف كل صلواتهم اللي بديهم للقديسين، وده في حد ذاته هرتقى انك تصلي لواحد من القديسين. هم بيسوق، ما هنشوفها دلوقتي، ان طلعت ان هي كلها برضو كفارية مش توسلية زي ما هنشوف دلوقتي. قبل ما ابتدي برضو عايز اقول على حاجة كده. عندما اتى ملك اشور لمحاربة حزقية الملك الصالح ليستولي على يهوذا، صلى حزقية وتشدد بالرب وقال معه، اللي هو ملك أشور، ذراع بشر ومعنا، ده حزقية اللي بتكلم، ما قالش بقى لا موسى ولا إيليا ولا إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب، ومعنا الرب إلهنا ليساعدنا ويحارب حروبنا. فاستند الشعب على كلام حزقية ملك يهوذا. أخبار أيام تاني 32-8، ده نموذج واحد بالصدفة يعني، اعترت فيه كده أو هنشوف دلوقتي. مفيش في الكتاب المقدس ولا حدثة واحدة إن واحد حي راح تضرع وتشفع وطلب معونة من حد يعني من الراحلين، إلا شاول الملك المرفوض من قبل الرب اللي راح عند عرفة عندور. لو عايزين تاخدوا القصة دي، زي ما عرفت ان في مطران من كنيسة أرثوذكسية، بس مش القبطية، كنيسة اخرى عرفت حديثا او يعني، خد القصة دي على انها اثبت للشفاعة. يتحالفون مع الشيطان مع عرفة عندور عشان يثبتوا الشفاعة.
لو عايز تاخد القصه دي اتكل على الله وشوف لك عرفت عين دور وخليك تبحر. كنت برضو عايز اقول نقطه كده هقولها باختصار واتمنى ان يعني كلنا نستوعبها شويه. انا كنت قلتها في حته قبل كده في درس الكتاب، لكن عايز اقولها هنا تاني. مكتوب عن الشيطان في ثالوث هيكون برضو في اواخر الايام، اللي هو الشيطان والنبي الكذاب، اللي هو والنبي الكذاب والوحش اللي هو هيبقى ضد، يعني الشيطان وضد المسيح. مكتوب بقى ايه؟ ان في سفر الرؤيا ان الشيطان هيدي كل قوته لضد المسيح. بس الحكايه دي مش هتحصل في الاواخر بس، ده من دلوقتي شغاله. عايز اقول ايه في الحته دي؟ يعني زي ما ربنا ليه خدامه وبيديلهم الروح القدس وبيديلهم قوته، وبهذه القوه بيبشروا ويكرزوا ويعملوا ايات وعجائب لمجد الرب وحده، فحتى من دلوقتي برضو الشيطان ليه خدامه اللي برضو بيديلهم من قوته ومن روحه. طبعا روح كذب وروح غي وروح ضلال، اللي بيقعدوا بقى يلولوا لك في الانجيل ويضحكوا عليك. اقولها تاني، الشيطان برضو ما هو مملكة الشيطان موجودة دلوقتي، والحرب ما بين يعني الله وعماليق موجودة إلى دور فدور، والحرب بين مملكة الظلمة ومملكة النور قائمة وشغالة، وده بيغذي ليه خدامه وجيشه، والرب برضو ليه خدامه وجيشه. فالشيطان بينقي ناس ومن جوه الكنائس من باب أولى، وبيختار بالعكس قادة الكنائس او من قادة الكنائس، ما اقدرش اقول ان كلهم، لكن وبكل فخر طبعا معظمهم بيستخدمهم الشيطان. ولا عجب، هم مين اللي حكم على المسيح بالصلب؟ مين اللي كان بيهيج الناس؟ مين اللي دور على شهود زور ضد المسيح؟ كان كلهم الكهنة ورؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين والهيصة دي كلها. فمن دلوقتي هو برضو بيدي من روحه، بيدي من حكمته، الشيطان مليان حكمة وبيستخدمها في الشر، بيدي لخدامه، وهم برضو بيشتغلوا ويجيب لك من الإنجيل ويغير لك في آيات وفي تشكيل آيات ويقول لك حاجة، وبعدين بعد ما يقنعك بها يديك حاجة تانية. فده برضو شغل شياطين لازم ننتبه له. خش في الموضوع اليوم بقى، هنشوف في الصلاة بتاعت القديسين كفارية ولا توسلية. تحط لها كلها كفارية، بيضحك عليك، بيستقردك. نمرة واحد، هناخد تلات أمثلة. نمرة واحد، أشهر لحن بيتقال في كل قداس في الكنائس القبطية الأرثوذكسية أو الأرثوذكسية عموما، بشفاعة والدة الإله القديسة مريم. أيوة، يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا. يا دي الكارثة، أنت دلوقتي بتصلي لربنا ده في اللحن ده بتقول له بشفاعة العذراء اغفر لي خطاياي. ليه؟ هو المسيح راح في السكة؟ دم المسيح راح في السكة؟ بتطلب من الرب، من الله الآب، إن بشفاعة العذراء يغفر لك خطاياك؟ أما اللي هو أرسل ابنه للعالم كفر لخطايانا إزاي؟ ما لو الحكاية كده كان خلصت. ولا العذراء هي شريكة في الخلاص زي ما هنشوف؟ ما هو بيقولوا هم برضو العذراء شريكة في الخلاص، فبقت برضو العذراء تقف لله الآب تقول له اشفع له، يعني سوري اغفر لهم خطاياهم. اما الدم المسيح ملوش لازمه؟ شكرا. يبقى عرفت حضرتك بقى الكذبه اللي بيقولك عليها، ان العذراء شفاعتها ايه؟ طلعت دلوقتي شفاعه ايه؟ كفاريه وليست توسليه. ومش العذراء بس، ده هنشوف في السكه تاني. تاكيدا لذلك نشاهد فيديو للبطرك. البطرك راس كنيستهم، اما نحن فراسنا المسيح. وهو بيعمل ايه بقى؟ بيقود الشعب في عباده العذراء، ويطلب منها عين عينك، يقول لها نسأل منك الغفران. خلاص يبقى المسيح ملوش لازمة بالنسبة لهم. ما انت لو عندك العذراء بقى تشفع لك ملكة السماء، ما هي امه، وهو زي ما قلنا زمان كده بيعملوه على انه هو اله ناقص الاهلية تحت وصاية امه. فانت دلوقتي عندك الام اشد واهم فينا. واحد مطران برضو مش فاكر من كنيسة ايه قال ان الام اهم، صدقوني. طب نبص على الفيديو بتاع البابا تودرس ونرجع تاني.
يوم الحلائق يحشر والتباهي. نمرة 2، لتأكيد أن مكانة العذراء كفارية وليست توسلية، نشاهد ما قاله الأنبا رفائيل أن العذراء، اسمع، العار دي كلمة هرطقة قليل عليها، شريكة في الخلاص. فلو شريكة في الخلاص تبقى كفارية ولا توسلية؟ شريكة في الخلاص. المسيح ما كانش لوحده ينفع، ده عندهم هم يعني. نبص على الفيديو برضو عشان نتأكد من الحتة دي ونرجع تاني. فالعذراء جديرة بالحب وبالاحترام لأنها قدمت لله كل عجينة البشرية حسب تعبير التسبيح، وصارت شريكة في الخلاص لأنها قدمت لله الناسوت اللي هو بدونه قليل الله يخلصنا. عشان كده مش صعب ان احنا نقف نقول لها يا عذراء خلصينا. في ناس يفكروا التعبير ده مش مظبوط. نمرة 3، المصيبة بقى ان مش العذراء وبس، ده كل القديسين بتوعهم شفاعتهم كفارية وليس توسلية. هو طبعا يعتبر برضو توسلية لما بيدور على حاجات تايهة يعني، او واحد عنده اللوز ولا واحد عايز تخلف، لكن برضو لكن الحقيقة في الصلوات الرسمية بتاعتهم زي ما هنشوف دلوقتي، صلواتهم الرسمية المكتوبة اللي بيصلوا بيها رسميا في الكنيسة في الليتورجيات شفاعة كفارية وليس توسلية. ازاي؟ اهو نيجي بقى. نمرة 3، الحقيقة كلهم كده. ازاي بقى؟ هقول لك على 3 حتت وهاخد لك وينهم واحدة ورنمها لك انا. في القداس الهتنيات، في الهتنيات بتقعد تقول ايه؟ بصلوات او بشفعات او بطلبات فلان، يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا. يعني ما بقتش قاصرة حتى على العذراء بس، ده اصبح دلوقتي بتقول له بشفاعة ولا بصلوات، بشفاعة الملائكة اغفر لنا خطايانا، بصلوات القديسين فلان وفلان وفلان او فلان او فلانة اغفر لنا خطايانا. انت بتتوجه الى الله بتقول له في عرضك اغفر لي خطاياي، مش من اجل دم المسيح، من اجل صلوات بصلوات فلان وعلان. بتقول الكلام ده في لحن الهتينيات في القداس، بتقوله في عشية وباكر في الزكسولوجيات بتاعة القديسين اللي بتقعد تقولها، وبتقولها كل ليلة في التسبيحة، مجمع التسبيحة مليان قديسين تقعد تقول له بقى ايه؟ بشفعات او بطلبات او بصلوات حسب الدرجة بتاعة الشخص، وتقول له ايه؟ اغفر لنا خطايانا. اضرب لك مثل صور كده، في ميب شوي سيري جون بي شمت سواب او ماكاري نمنو شيري نستورو بروس انت في كان انو بيناني بول، صح كده؟ معناه ايه بقى؟ اطلبوا من الرب عنا ايها الثلاث مقرات القديسين وجميع اولادهم لباس الصليب. ايوه، ليغفر لنا خطايانا. يعني حضرتك بتقعد تهلل، ده انا ضربت المثل ده عشان بس بحب ايه دير ابو مقار يعني، مع صديقي العزيز برضو من هناك يعني اللي بعت التعليق ده. يبقى انت حضرتك عمال تهتف وتهلل كل يوم في التسبيحة وتقول ايه؟ اطلبوا ليغفر لنا خطايانا، اطلبوا ليغفر لنا خطايانا. يبقى صلواتك الرسميه في القداسات وفي التسبيحه وفي الزكسولوجيات اللي بيسموها الليتورجيات على بعضها بقى كده، حضرتك بتطلب شفاعه كفاريه من القديسين بتوعك، علما بان طبعا القديسين دول بعضهم شخصيات وهميه زي ما شفنا، وعلى راسها شخصيه ماري جرجس، وبعضهم مجرمين وهراطقه. واللي عايز يرجع ليه فيلم أجورة، ده كان نموذج واحد بس، ده مش وقت ان احنا يعني نقول التاريخ الاسود اللي الناس دي عملته وبعدين عملهم القديسين يعني. طيب كده خلصنا ايه؟ نمرة 3. يبقى اثبتنا دلوقتي كل صلوات الكنيسة التقصية المعتمدة سواء العذراء او القديسين شفاعتهم شفاعة كفارية، لان بيطلب منهم أن يصلوا لأجل غفران الخطايا، أو حضرتك بتتوجه إلى الله وبتقول له بشفاعة فلان أو صلوات فلان يا رب اغفر لي خطاياي، فأنت بتتكلم كده بدل ما تقول له شفاعة دم المسيح أو اغفر لي من أجل ده المسيح، أو أنت واثق إن غفرت لك من أجل دم المسيح، حضرتك عمال بتقول له اغفر لي عشان خاطر فلان وفلانة وعلان وعلانة.
ده حبيبي يا اخي واختي بيستخف بعقلك وبيضحك عليك. زي ايه؟ واحد يقعد يكلمك على مثلا مربة التفاح وجمال مربة التفاح وحلاوتها، وبعدين يديك علبة مرسوم عليها تفاحة جميلة ويبيعها لك انها مربة تفاح، تفتحها تلاقي فيها فول مدمس مسهوس. ليه؟ انا بقول دي ان قاعد يقول لك الشفاعه الكفريه ايه ايه والتوسليه ايه ايه، وفي الاخر طلع اني بضحك عليك ان كل القديسين اللي بيقولوا عليهم شفاعه توسليه شفاعه كفريه. اذا باختصار شطب على المسيح تماما. نخش على بعدها بقى. في بقى اليومين دول طلع بقى حركه جديده كده جميله قوي بقى. الجماعه بقى لقوا الدنيا بقى الضغط عليهم جامد من كل ناحيه، ومش لاقين لهم معلمه بيرقص عايده، مش لاقين لهم بصاره، يعني مش لاقين لهم حل، يعني بسبب الإثباتات الكتيرة أن شفاعة القديسين المزعومة لا وجود لها كتابيا ولا أبائيا، على الأقل في الخمس قرون الأولى مش لاقيين، وقعوا في حسبيس يعني. لجأ ولكنها ارتقى ظهرت في القرن العشرين، وكلنا عارفين على مين اللي طلعها يعني. لجأ البعض بقى يعمل لك إزاي؟ يقول لك لا دي أوبشن، وحتى يقولوا كده بالإنجليزي يعني حديثا بقى، أوبشن يعني اختيار. ولما تروح السماء بقى شوف بقى النكتة والمسخرة، لا مؤاخذة في التعبير بس ما تستاهلش اقل من كده. وبيقول لك بقى لما تروح السماء هيحصل لك حاجه من الاثنين، يا تكتشف انها كانت صح ويا بختك، اديك ايه بقى ايه، هتاخد بركه القديسين. برضو عباره بركه القديسين وبركه الاديره وبركه الاجساد دي برضو هرطقات من صاحب الهرطقات بتاع القرن العشرين. طب ولو طلعت غلط؟ قال لك ولا هيحصل لك اي حاجه، كل ما في الامر يعني هيبقى ضاع منك شويه وقت. اللي وانت على الارض كنت بتصلي من اجل القديسين وطلعت الحكايه بشنك، فعموما مش هتخسر خلاصك. لا استنى بقى، هتخسر خلاصك ونص وخمسه. ازاي؟ حبيب قلبي من فمك وادينك، هجيب لك من رئيس من الرؤساء الكبار بتوعكو اللي هو كان المفروض يبقى البطرك، لما بيقول لك ان الشفاعه ضروريه للخلاص يبقى انت دلوقتي بتتسوح. هو قال ده عمة كبيرة، ده بيتصرف على انه هو البطرك، ده هو بيسموه البطرك الموازي. هو قال كده، اما انت جاي دلوقتي تفتي وتقول لي ده اوبشن وبعدين هعرف النتيجة امتى بروح فوق، ده انت بتروح فوق يعني خلاص بقى موضوعك انتهى، انت حاجة منتهى. اقول ايه بس؟ اقول ايه؟ يا اخي خليك افهم واعقل، فكر بدماغك، الكلام ده منطقي اللي انت بتقوله ده؟ تعالى نحكيها سوا. الاول نبص على الفيديو بتاع الأنبا رفائيل لما بيقول إن الشفاعة ضرورية للخلاص، فأنت كده بتنقد نفسك ولا بتنقده؟ أنت بتكلمني ولا بتكلمه؟ بتضحك عليا ولا بتضحك عليه هو؟ نبص على الفيديو ونتكلم تاني. هنا الإيمان ده، العقيدة دي خلاصية تؤدي إلى خلاص أو هلاك. واحد بيؤمن واحد لا يؤمن. وهكذا في باقي العقائد على الأقل الأساسية هي عقائد خلاصية، وهناك عقائد قد يكون لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالخلاص لكنها تمس مصير الخلاص بتاعنا زي الكهنوت. إذن هنا حتى انتمائي للكنيسة في إيمانها في ممارستها في حياتها اليومية خطر، الخروج بره الاجتماع دوت خطر. يبقى أنا في حاجات بعتبرها ثانوية ما يهمش، شفاعة القديسين ما هيش حاجة أساسية خاصة بالخلاص، يعني لو حتى وقعت مني أقول لك لا حتى دي مهمة. الصلاة على الراقدين دي عقيدة معقدة ومش عارف إيه سببها وإيه هدفها وإيه فايدتها، حتى دي مهمة. شفت يا عم؟ قال لك الشفاعة ضرورية للخلاص. صدقوني انا لا استبعد، بلاش دي عشان ما حدش ينتقد يعني. عاملين يقولوا ايه هو بتاع الخلاص؟ حطوا مليون حاجه، هو بحاجه واحده، خلاص بدم المسيح وتاخده بالايمان بالمسيح وخلصت. هم قعدوا وقال لك الاسرار وما اعرفش ايه، مش فاضل غير يعني يقول لك اخ بلاش اللي بعده. طيب يبقى انت دلوقتي تستنى لغايه لما تروح السماء وبعدين لما اخذها تاخد البومبه هناك. قال يقول لك لما توصل لك هتعرف، لما توصل لك هعرف بقى، انت تعمل لي هرطقة وتمشيني فيها وتقول لي ما وصل لك هعرف، ما وصل لك هكون موضوعك انتهى. خطورة الشفاعة القديسين المزعومة والتي ثبت انها غير كتابية وغير ابائية، عايز ايه اكتر من كده؟ لا كتابية ولا ابائية.
نلخصها لك تاني. واحد، التواصل بين الأحياء وأرواح الراقدين هو شغل عرافة وسحر وشعوذة نهى عنها الكتاب. اثنين، هي عبادة أوثان حيث يتم الالتجاء لغير الرب. ثلاثة، الكتاب علمنا إيه؟ ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيد قلبه. أرمية 17:5. عبادة أوثان لأنه حيث يتم تقديم البخور والتمجيد والسجود والنذور بل والأصوام، الحاجات دي كلها ممارسات عبادية لا تقدم لغير الرب، تقدمها لغير الرب عبادة أوثان. تقول لي بقى دول القديسين، مين بقى القديسين؟ مين دول؟ مين اللي ليه سلطان يقول دول القديسين؟ اللي سلطان الوحيد يقول القديسين هو الرب الذي يحكم، واللي يقول غير كده ده بيسرق سلطان الرب في الدينونة، ده حقيقة، ده غلب الشيطان، ده غلب الشيطان. الشيطان حب يبقى يحط كرسي فوق كرسي الله ويبقى زي العلي. انت بتعمل زيه كده بالظبط، عايز تاخد سلطان الله، عايز تقعد على عرش الله وانت تقول فلان يطلع قديس. جبت منين الحكاية؟ فين الحكاية دي؟ في كتاب؟ مفيش طبعا، وبرضو مفيش فايدة. انت اللي حر يعني، عايز تفضل مغمض يفضل مغمض، اخرتك اما تروح هناك هتلاقي مش هتلحق تروح هناك، الموضوع انتهى. نمرة 2، اثبتنا ان القديسين بتوعهم الحياة منهم شخصيات مهمية ومنهم مجرمين حرب. دعيني عينك كده، سوري يعني بالتعبير. نخلص مما سبق ان هرطقت الشفاعتين كذب وفي كذب وتدليس واستخفاف بعقول الناس. هحط 5 نقط سريعة كده ولا 4، أنا غلطت في كتابة العدد، 4 نقط كأننا بنلخص اللي فات يعني. 1، كتابيا لا نقرأ إلا عن شفاعة المسيح وشفاعة الروح القدس فقط لا غير. طبعا ما بيخافوا من الروح القدس ما جابوش سيرته، لأن لو جاب سيرته معنى كده أن النظرية انهدت، وانت برضو لسه ماشي وراه وبتصدقه وبتقول له معرفش ايه، وبتروح عند قبره وتطلب وتحط له ورقة عشان يصلي لك. 2، أثبتنا بالحلقة السابقة أن المسيح هو الذي صلى لأجلنا وهو في الجسد، وهو الحي القائم في السماء يشفع فينا، فهو يصلح لكل من الشفاعة التوسلية والكفارية المزعومتين بحسب تعبيرهم الهرطوقي. وبالتالي لا حاجة لنا لشفاعة القديسين الذين هم يصنعونهم بأنفسهم لأنفسهم ويسجدون لهم ويؤلونهم. 3، لا نجد ولا عظة واحدة ولا حتى قول أباء واحد لأي من أباء القرون الخمسة اللي هم بيتمعظموا بيهم، ولا حتى مجرد عن الشفاعة، ولا حتى مجرد تعبير عن شفاعة كفارية ولا توسلية ولا شفاعة القديسين. كل ده يؤكد أنها ارتقى ظهرت في القرن 20. 4، لم نجد في الكتاب المقدس كله بعهديه ولا مرة واحدة أن أحد الراحلين صلى لأجل الأحياء على الأرض، ولا أحد الأحياء طلب صلاة أو معونة أحد الراحلين إلا شاول الملك الذي رفضه الرب، الذي ذهب لعرافة عين دور لكي يطلب معونة أو شفاعة سموئيل النبي الذي كان قد رحل، ومن له أذنان للسمع فليسمع. آخر أرتقى سمعتها إن في مطران من كنيسة هو بيتولى حد بيرد عليه يعني، اتخذ بقى من موضوع شاول ده إن دي دلالة على الشفاعة، يعني ما عندوش مانع ان يبقى في شفاعه وتروح عند عرفه عندور، لو عندهم استعداد يتحالفوا مع الشيطان لاثبات الشفاعه. اخي واختي، 10 حلقات، الحقيقه مش محتاجه الحكايه 10 حلقات. شفنا الاموات لا يسبحون الله ولا الذين يذهبون او ينحدرون ارض السكوت، مفيش اهو لا في الكتاب شفنا حاله واحده، ولا في التاريخ 500 سنة الأولى من الكنيسة ولا حالة واحدة، ولا حتى كلام ولا حتى التعبير نفسه. فأنت منتظر إيه يعني؟ أؤكد لك لو المسيح بنفسه ظهر لك ولا هتصدقه، ولا هتصدقه. أنت بس يعني واخدك الحمية بتاعت العنجهية بتاعت دي عقيدتنا وده معرق وده الرئيس القبيلة بتاعنا، مش المسيح طبعا، أنت بتتكلم على الاختراع لك الاختراع ده وإزاي يطلع غلط وحاجات زي كده. وصدقني واكد لك لو واحد طلع اليومين دول من كنيستك انت
وقال برضه هناخد موضوع صموئيل دوت وهيقول لك لا ده صموئيل موضوع شاول وان ده كان فعلا صموئيل. ما لازم يقول لك ان ده صموئيل طبعا، مش هقول لك ان ده كان الشيطان طلع في شكل صموئيل، لازم ياكد لك. بس خد بالك ساعتها انت عايز عرفت عين دور، خد بالك لان ما يطلعها لك انت مش هتعرف توصل له لوحدك، عايز عرافه. هللويا، عينوا بقى العرافه بتاعتكم، ها عينوا عرفت عين دور. ربنا يبارككم. انت ان الرب في مجيئه هنعمل بقى سلسله، هقول لكم على سلسلتين جايين. السلسله الاولانيه اللي هبتدي فيها بنعمه الرب من الحلقه الجايه هتكون يمكن 3 او 4 حلقات بس عن سر الاعتراف، ولان هنكتشف فيها حاجه بنت لذينه يعني. هنكتشف برضو ازاي هرتوقي القرن العشرين لما جاي يتكلم على سر الاعتراف في كتاباته قال ان كان في سر اعتراف في العهد القديم وانه ينبغي ان يكون على يد كاهن. حلو كده. وضرب امثله واستخفافا بعقول الناس، الامثله اللي ضربها زي ما هنشوف ما كانوش كهنه اصلا. فعايز اوري لك من السلسله اللي جايه ازاي بيضحك عليك وانت تايه وماشي وراه. والحاجه الثانيه هنحط بقى تاريخيا متى بدأ سر الاعتراف ده برضه من باب التنوير. بعد كده هنعمل حلقه يعني سلسله حاجات تانية مطلوب مني، البعض طلب مني حاجه يمكن نعملها بعد الاعتراف، وبعدين بقى مطلوب ان انا نعمل حلقات بتاعه الرد على موضوع الكهنوت، دي كانت سلسله طويله فباذن الله برضه هنعملها، بس المره الجايه هنبتدي موضوع الكهنوت. اتمنى تكون الحلقات العشرة دول كانوا فيهم الكفايه ومرجعيه لينا كلنا، ولو تعرف حد فسهل قوي تبعت له اللينك بتاع حلقه او القناه كلها وهو حر يقرا. ادي احنا بنوري لك ده وده وبنكشف لك عن عينيك وفي الاخر القرار لك انت. نتمنى رب في مجيئه نتقابل في مره ثانيه. صلي من اجل بعض، من اجل الخدمه، من اجل القناه، صلي من اجل سلام اورشليم، من اجل ان بقى الرب يجي، فهذا يكفي يعني. سلام، الناس يكون معكم.